السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الكيك لذيذ بزاف ومفشفش بواحد الشكل اللي هو جديد ومختلف، يعني واحد الطريقة ديال التشكيل اللي هي جديدة. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وأنكم تجربوها فرجة ممتعة. اذا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذه الوصفه غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض او دقيق يعني ديال الفرص. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان، فكل كاس ديال العنبه او ديال الاتاي فيه 100 غرام، يعني 6 ديال الكيسان ديال العنبه كنعمرهم بالملعقه، كنديروا حفره في الوسط وكندير ملعقه صغيره ديال الفاني. ايضا كما كتشوفوا يعني كاس معمرش ديال السكر او 120 غرام، بيضه واحده. غادي نحتاجو كذلك للزبده تكون لينه جدا في حراره المطبخ، ولا يمكن لينا ندخلوها الفران يكون سخن او الميكرووند. 70 غرام، يعني تقريبا واحد جوج معلق حتى 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده. غادي نحتاجو ايضا واحد اليوغورت طبيعي او زبادي بدون سكر 110 غرام. وهنا عندي جوج معالق ديال النافع وايضا زريعه ديال الكتان اللي كنحمرهم شويه في المقلاه. بالنسبه للنافع وزريعه الكتان اذا ما كتفضلوش تستعملوهم يمكن لكم تستغناو عليهم، او اذا ما بغيتوش تستعملوا زريعه الكتان او متوفرتش عندكم يمكن لكم تعوضوها بالزنجلان او السمسم. كذلك عندنا ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الفوريه اللي كتكون هكا على شكل ديال الحبيبات، او يمكن لكم بطبيعه الحال تستعملوا الخميره ديال الخبز الطريه، غير هي يعني كتذوبوها الاول مع الحليب عاد كتستعملوها. صافي غادي نحتاج للحليب باش غادي نجمع هذا العجين. بالنسبه للحليب فعندي 300 مليلتر او 30 سنتيلتر ديال الحليب يكون دافي، او تقريبا جوج كيسان ديال العلبه. الحليب دائما كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، فكنبقى كنزيد شويه بشويه في الوسط ديال الخليط وانا كنخلط، حتى كنحاول انني نخلط دوك المكونات مزيان وندوب السكر وديك الزبده، وعاد كنبدا نجمع العجين ديالي شويه بشويه. فكنبقى نستمر وانا كنضيف الحليب شويه بشويه حتى كنجمع واحد العجين اللي كيكون كيتلصق بزاف في اليدين دائما، يعني السر ديال المعجنات باش يجيو نار طبين العجينه ما تكونش قاسحه، يعني دائما تكون طريه وكتلصق في اليدين. بعد ما كنجمعوها الان غادي نحاولوا اننا ندلكوها، فكنرشوا شويه ديال الدقيق يعني كنعاونوا به باش ما تلتصقش لينا العجينه. بطبيعه الحال الاخوات اللي غادي يخدموها في العجانه الاليه ما يحتاجوش انهم يرشوا الدقيق، يعني فقط اللي غادي تعجنها باليدين ديالها كترش شويه ديال الدقيق وكتبقى كدلكها يعني حتى كتجمع ما كتبقاش كتلصق. بالنسبه للدقيق يعني اللي كنرشوا ما نفوتوش ملعقه كبيره ديال الدقيق باش ما يعني نغيروش القوام ديال العجين ونحصلوا على عجين اللي كيكون قاسح، وكنبقاو مستمرين بحال هكا وكندلكوا. فاش كندلك العجينه ديالي مزيان وكتجمع ليا بهذا الشكل كتولي مطاطيه ما كتبقاش كتلصق، تقريبا واحد 8 ديال الدقائق ديال الدلك. كناخذها وكنقسمها على جوج قطع، كل قطعه كنشكلها على شكل كره وكنوضعهم في اناء ونغطي عليهم ونخليهم حتى كيخمروا وكيضاف لي الحجم ديالهم كيوليو بهذا الشكل. كناخذ الان شويه ديال الدقائق كنرش سطح العمل، وكناخذ كره ديال العجين كنوضعها مباشره بلا ما نخدمها بلا ما نخرج منها داك الغاز اللي تجمع فيها من الاختمار، مباشره كناخذ الدلاك وكنبدا كنطلقها واحد السمك اللي يكون شويه رقيق. من بعد غادي ناخذ واحد القطعه اللي تكون دائريه بهذا الشكل، هاد الحجم هذا او الحجم اللي كتفضلوا، وكنحاول نقطع هاد العجين كامل على الشكل ديال دوائر.
هنا كنجمع دائما دوك الزوائد ديال العجين، كنوضعهم في بلاستيك باش يرتاحوا، نرجع من بعد نطلقهم وكنرجع نكمل مع الكره الاخرى ديال العجين دائما بنفس الطريقه. فكنبدا الان نشكل في الكعك ديالي، فكناخذ واحد لاطه ديال الفران اللي تكون من الاحسن فرشه بالورق ولا تكون مدهونه مزيان بالزيت، وكناخذ شي حاجه اللي غادي نقيس بها هاد الكعك ديالي على حسب يعني الحجم اللي كتفضلوا. كنبدا نطوي دوك الدوائر ديال العجين على شكل ديال ربع حتى كنحصل على بحال الشكل ديال المثلث، وكنبدا نستفو بهذه الطريقه، يعني كنطلع كل مثلث فوق الاخر بهذا الشكل اللي كتشاهدوا في الفيديو. يعني الطريقه دي تكون اوضح، يعني واخا نشرح لكم غاديش تكون واضحه بزاف، ولكن يعني تبعوا الفيديو، فانا حاولت انني ما نسرعش الفيديو باش تشوفوا الطريقه بالضبط. فكنبقى نطوي كل دائره ديال العجينه الاربعه، كان بعد ما كنحصل على الشكل ديال المثلث كنحاول نضغط شويه على الطرف ديالو وكنوضعه فوق مثلث اخر، يعني كنركب كل مثلث فوق من بعضه باش نحصل على بحال الشكل ديال النجيمات. كنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كندور ديك الدائرة كاملة بهاد المثلثات ديال العجين. كما كتشاهدوا هذا هو الشكل ديال الكعكه، كيجي بحال هكا. هنا كناخد يعني كنكمل بنفس الشكل بنفس الطريقه، كنبعد يعني ما بين الكعكات باش ما يلتصقوليش، يعني من بعد انهم مازال غادي ينتفخوا لنا في الاختمار وكذلك في الفران، وكنبقى مكمله. هنا كما كتشوفوا يعني عمرت اللاطه تقريبا 4 ديال الكعكات، يعني كما قلت لكم من يعني من نقربوش ما بيناتهم باش ما يلتصقوناش في الطياب ومن بعد الاختمار. هنا كنخليهم يخمروا مزيان مزيان وضعف لنا الحجم ديالهم، هاد المرحله جد جد مهمه، اذا ما خليتوش الكعك ديالكم يخمر يعني بشكل كافي غادي يجيكم ثقيل وما يجيش يعني خفيف. ضروري جدا انه الكعك ديالنا يخمر، فعطيوه الوقت ديالو، مثلا من يكون البرد او الجو بارد فقط يعني سخنوا الفران ديالكم وطفيو عليه ودخلوا اللاطه ديالكم ديال يعني غير سخنوا غير شويه ما تسخنوش بزاف، وخليو الكعك ديالكم يخمر مزيان. من بعد ما كيخمر كناخذوا واحد الخليط ديال البيضه كامله، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه، كنخلطوهم مزيان وكنبداو ندهنوا بالكعك ديالنا بهذا الشكل. كنحاولوا اننا ندهنوا مزيان الجوانب والداخل باش يعني تحمر لنا الكعك كامل بشكل متساوي. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الجنجلان او السمسم، انا غادي نستعمل الجنجلان الابيض يعني كيجي المنظر ديالو اجمل، وكنرش به الكعك ديالي صافي، وغادي ندخلو الفران. دائما النار تكون متوسطه ما تكونش عاليه جدا، ونخليو الكعك ديالنا يطيب غير من التحت، يعني حتى كيطيب لنا ويتحمرنا من التحت، عاد نشعلو له الفوق باش يتحمر من الفوق، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكعك ديالنا، كيف ما كتلاحظوا كيجي المنظر ديالو غزال بزاف، يعني شكل اللي هو مختلف وطريقه مختلفه للكعك اللي تولفنا نديروه. ايضا كيجي خفيف وهشيش ولذيذ جدا بزريعه الكتان وكذلك بالنافع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تنساوش كذلك التعليق ديالكم الرائع اللي دائما كتشجعني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف على المتابعة، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.